حسب تحليل الكمبيوتر الفضائي فل... اخرس خالص يا عبيد. ده مش وقت خوف يا مأمور. ده هو ده وقت الخوف. انا تهت وانت راح وهيعزلوا بعد يومين وكل ده بسبب حضرتك. انا ما هو لو ما كانش حضرتك زقتني من الشباك ما كانش ده حصل. حلو قوي. وانت لو ما كنتش شرفتنا بسفنتك العبيطه دي وسرقت مني عز ما املك. ما تتكلمش عن المسل لان بسببك الكون كله بقى في خطر، فقد الامان. ايه انت بتخرب بتقول ايه؟ في هذه اللحظه وعلى حافه الكون يصنع الامبراطور زورج سلاحه السري الذي يمكنه من نصف الكوكب بحاله، ولعلمك انا الوحيد اللي يقدر يتحداه ويدمره. وانت يا صديقي انت المسؤول عن انقطاع اتصالي بالقيادة الكوكبية. انت تبقى مجرد لعبة. انت مش مصر حقيقي، لازم تفهم كده يا عبيد. انت مجرد لعبة اطفال. انت عايش في وهم وتستحق الشفقة وصعبان عليا. وداعا. انت هايف غور من وشي. هل عنده اجتماع مع القيادة؟ اي خدمه؟ كيف البيتزا؟ ايدي لا ما اقدرش اوريهم وشي من غير ما يكون معايا باص. باص باص تعالى ابعد عني. لا باص لازم ترجع معايا. سفينه فضاء. سفينه فضاء يا باص. يلا يا جدع خلصنا البيتزا حتى